مشاهدينا اهلا بكم، تغطية اخبارية جديدة تأتيكم من شاشات النيل للاخبار. واليوم هو موعد الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في الثانية ظهر اليوم نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. وقالت الهيئة إنها لم تتلقى أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، وذلك على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الأنور. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أهلا بك. اليوم هو موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في انتخابات جاءت مختلفة مميزة تتسم بالتعدد والإقبال الجماهيري بشكل كبير مقارنة بسابقتها أو بما سبقها من انتخابات وعملية انتخابية. كيف ترى هذه الانتخابات في مجملها قبل أن نتناول التفاصيل؟ أولاً هذه الانتخابات هي نتاج لوعي، أو ما حدث فيها هو نتاج لوعي الشعب المصري وبساطة المصريين بكم ونوع التحديات التي واجهها الوطن والدولة المصرية في هذه المرحلة في ظل ما يحدث من أحداث على الساحة الفلسطينية والأحداث العالمية. المصريون أثبتوا خلال الانتخابات الأخيرة أنهم حريصون على أمن واستقرار وسلامة أراضيهم ومواجهة كافة التحديات المستقبلية التي لا يعلمها أحد والتي من الممكن أن تواجهها الدولة المصرية والمنطقة. ومن هذا المنطلق حرص المصريون بكافة فئاتهم في الداخل وفي الخارج على المشاركة وبكثافة عالية جدا، والأرقام التي ستعلنها الهيئة الوطنية العليا للانتخابات الرئاسية ستظهر ذلك. هذه النسبة ستكون غير مسبوقة من المصريين، نتاج للوعي ولضرورة أن تستمر القيادة السياسية في استكمال المشروعات النهضوية التي بدأتها بالداخل الوطن، وفي نفس الوقت الاستعداد لمواجهة كافة التحديات والتطورات والسيناريوهات التي من الممكن أن يحملها المستقبل في ظل الأحداث الأخيرة في غزة وفي ظل التحديات المشخصة والواضحة والمعلنة من قبل أطراف إقليمية وعالمية تستهدف الأراضي المصرية وتستهدف النيل من سلامة وأمن واستقرار الوطن المصري. أستاذ محمد، كيف رأى المصريون الظروف الإقليمية التي ذكرتها وهذه التغيرات السريعة التي تنتبه الشرق الأوسط وتحديدا المنطقة في هذه المرحلة، كيف رآها وعبر عنها المصريون من خلال صناديق الانتخاب؟ المصريون البسطاء هم شعب ذكي واعي لديه رؤية ولديه رأي ويتابع، والجميع في الخارج وفي الداخل يعرف ويدرك معنى الشعب المصري، وأن هذا الشعب ليس بالسذاجة ولا باللامبالاة، هذا الشعب لديه حس وطني عالي ويصطف حول القيادة والوطن إذا شعر بالمخاوف وتجاوز أي أزمات وأي انشغالات لصالح الحفاظ على الوطن والتصدي لأي محاولات للنيل منه. المصريون قرأوا الصورة وفهموا الرسالة جيدا، ومن هذا المنطلق كانت المشاركة الكثيفة، وهي رسائل أرسلها الشارع المصري للجميع سواء في المنطقة أو في الخارج، خاصة وأن هناك الكثير من الأدوات وآليات الصراع التي تستخدم من قبل أطراف إقليمية ودولية على رسائل الولايات المتحدة من خلال التشكيك في الشرعية والمشروعية وغيرها من الأمور. هذا ما حدث في الانتخابات الرئاسية سواء في الداخل والخارج، هو وجه رسالة للجميع بأن المصريون يدركون ويعون ما حقيقة المخططات التي تحيط بوطنهم، خاصة وأن الجميع يرى أن نحن محاطون بحلقات من النار في ليبيا وفي السودان وفي غزة وفي غيرها. في اعتقادي أن هذا الأمر يعزز مكانة القيادة السياسية المنتخبة القادمة ويمنحها سلاحا قويا لمواجهة أي ضغوطات خارجية وفي نفس الوقت التصدي لأي محاولات. المصريون يدركون أن الحصن الأخير والحصن الأمن المنيع لهم وللدولة المصرية وللشعب المصري هي القوات المسلحة المصرية التي هي نتاج وإفراز لهذا الشعب، ويدركون أيضا أن القوات المسلحة المصرية
تصدر في الماضي كما سبق في كما حدث في يناير 2011 وما حدث في 30 يونيو وغيرها و3/7 كانت القوات المسلحة وكانت القيادة السياسية الرشيدة هي الملاذ والملجأ الذي لجأ إليه الشعب المصري لضرورة حسم الأمور والمحافظة على أمن واستقرار وسلامة أراضي هذا الوطن. في اعتقادي أيضا أن المسألة الأهم هي أن هذا الشعب لديه الكثير من التطلعات على الصعيد الداخلي. هناك الكثير من الأزمات الاقتصادية والتحديات الاقتصادية، هناك الكثير أيضا من الأمور التي يجب النظر إليها، لأن الجميع يتطلع إلى استكمال كما سبق وأن ذكرت إلى استكمال البرامج التنموية من تكافل وكرامة وغيرها من الطرق والإنشاءات والمدن الجديدة والمصانع وغيرها. وفي نفس الوقت هناك الكثير أيضا من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها خلال المرحلة السابقة. أي نجاح وأي تقدم لابد أن يستخلص العبر والدروس مما سبق من تجارب، وهناك عوامل خلل واختلال لابد من تقييمها وإصلاحها من خلال التصدي للفساد والتوظيف وغيرها من الأمور. البنية الاجتماعية والمجتمعية المصرية هي الأساس وهي القوة الدافعة والحافزة لهذا الوطن، وهو ما يدركه الرئيس أو الرئيس المنتخب القادم. وفي اعتقادي أن النتيجة يعني ستكون إن شاء الله محسومة لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدركه وهو يعني يحس ويعي بما يعانيه الشعب من أزمات اقتصادية حادة، ويعلن ذلك صراحة ولا يقدم الوهم كما سبق وقال في العديد من خطاباته. المصريون ينتظرون الكثير، ينتظرون التغيير، التغيير للأفضل، والتغيير ليس طلبا للتغيير، ولكن التغيير هو ضرورات الحياة ولمواجهة التحديات الصعبة والحاسمة والفارقة والمصيرية التي يواجهها كيان الدولة المصرية ووجودها أيضا. اسمح لي أستاذ محمد أن نتحدث قليلا عن الجانب القانوني في هذه الانتخابات. بالطبع المدة المتاحة لطعون التصويت انتهت، ولكن ما هي المدة المتاحة لطعون على نتائج الانتخابات؟ أنا في اعتقادي يعني هذه الأمور حددها قانون الانتخابات الرئاسية، وخلال إذا لم تقدم طعون فستعلن النتائج خلال هذا اليوم. إذا حصل أحد المرشحين على 50% زائد واحد سيكون فاز بمنصب رئيس الجمهورية، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على 50 زائد واحد ستتم جولة الإعادة في خلال الشهر يناير القادم في الخارج وفي الداخل أيضا. ولكن المسألة في اعتقادي أنها شبه محسومة من خلال استعراض آراء الناخبين الذين قابلتهم، ومن خلال الإقبال أيضا، فهذه لن تكون هناك إعادة على ما أعتقد، وهو ما ستعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات. ولكن كلامي هذا يستند إلى مشاهدات الشخصية وليس يعبر عن رأي أي جهة رسمية. نعم، سنعرف عامة بعد قليل. أستاذ محمد، أستاذ محمد، حينما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات العملية الانتخابية وتقوم بكل خطواتها على الشكل الذي لمسناه سواء في انتخابات الداخل أو انتخابات الخارج، ما الذي تراه مختلفا في أداء الهيئة الوطنية للانتخابات عما سبق في انتخابات قامت وزارة الداخلية بالإشراف عليه؟ الانتخابات أولا كانت تحت إشراف قضائي كامل. نعم. الشرطة كانت للرقابة وللتنظيم فقط، لرقابة الأمن، الشق الأمني وليس الشق الخاص بالناخبين. ما حدث في هذه الانتخابات، النقطة الفارقة والأساسية والمحورية هي وعي المصريون وإدراكهم أن الوطن بحاجة إليهم وبحاجة إلى النزول والمشاركة أيا كان الاختيار، ولكن المشاركة بكثافة هي رسالة كما سبق وذكرت، رسالة لمن يتصيدون الأخطاء، رسالة لمن يحاولون أن يضغطوا على هذا الوطن لتحقيق مكاسب على حساب هذا الوطن أيضا. الجديد نتمنى أن تستمر الأمور كما حدث في الانتخابات الرئاسية في كافة الانتخابات، وهو ما سيحدث إن شاء الله، لأن الجميع ملتف ومتضامن، لأن الجميع سواء كان هذا الطرف أو ذاك يريد في النهاية تحقيق المصلحة العليا للوطن. والمواطن في اعتقاد الشخصي أن المواطن المصري لديه من الإدراك والحس الوطني والوعي ما يؤهله لفرج الجميع واختيار من يرى سواء في الانتخابات الرئاسية أو أي انتخابات. الحصن
الأساسي للأوطان هو الجبهة الداخلية، هي الأساس وهي القوة الأساسية والفعالية، وضعف وتفتت الجبهة الداخلية هو من يغري وما يغري أي عدو للتدخل، محاولة تفكيك المجتمع. ونحن عايشنا ونعايش وشاهدنا ونشاهد ما جرى ويجري في الدول المحيطة بنا من تفكيك وتفتيت للمجتمعات تحت مسميات وأوهام في النهاية تكون محصلتها هي ما يحدث في دول الجوار العربي وفي الدول القريبة والبعيدة. المصريون استوعبوا الدرس، القيادة السياسية خلال الفترة القادمة نتمنى أن تعمل، وهي عملت خلال الفترة السابقة أيضا على الكثير من البرامج الاقتصادية والتنموية التي تراعي البعد الاجتماعي، ولكن المصريون بطبعهم طموحين في المستقبل، يريدون الأفضل لهذا الوطن، يريدون سد بعض الفجوات أو الثغرات التي حدثت خلال الفترة الماضية. هذا الأمر تدركه القيادة السياسية في اعتقادي وأنا متأكد منه، يريدون التغيير للأفضل، أي تغيير هم ملتفون حول القيادة السياسية وحول داعمين لقواتهم المسلحة وداعمين لكل ما يرسخ ويؤكد ويحمي هذا الوطن، وفي نفس الوقت هم هناك بعض المظاهر التي لابد من التخلص منها، ليس من أجل التخلص أو التخلي عنها، ولكن تقوية لهذا الوطن ليتمكن من مواجهة التحديات وهي هائلة وضخمة وعميقة، لا تستهدف أمن فئة معينة ولكنها تستهدف الوطن في مجمله، وهو ما أدركه المصريون. ومن هذا الأمر ومن هذا المنطلق كانت المشاركة الكثيفة التي أول غير مسبوقة أيضا في الانتخابات الرئاسية. نعم أستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام، أشكرك على هذه المداخلة وما قدمته من وجهة نظر فيها في هذه المتابعة التي تأتي من شاشة النيل للأخبار. هذه المرة ينضم إلينا للمزيد من الحديث مشاهدينا الأستاذ أحمد خليفة، مدير تحرير وكالة ألف شين ألف أو أنباء الشرق الأوسط كما نعرفها. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. هذه الانتخابات كان الإشراف القضائي كاملا عليها تحت عنوان قاض لكل صندوق، كيف رأيت هذا الإشراف من وجهة نظرك بهذا العنوان؟ أولا طبعا أهمية الانتخابات دي في ظل ثلاث انتخابات دولية مهمة، استعدادات الانتخابات الأمريكية 24 وأيضا الانتخابات الروسية، تأتي الانتخابات المصرية أو انتخابات الرئاسة المصرية في ظل استحقاق دستوري هام جدا، في ظل منطقة مضطربة بشدة في الأربع اتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية. أثبتت الانتخابات عدد من النقاط محيلي، هي أولا وعي الشارع المصري أو وعي الناس الحقيقة فوق كل التوقعات، الشعب المصري شعب ذكي جدا، استيعاب اللحظة اللي احنا بنعيش فيها، عندنا حروب مشتعلة في المنطقة على حدودنا الجغرافية، عندنا حرب غزة، عندنا الاضطرابات في السودان الحقيقة ما بتاخدش تغطية إعلامية نتيجة تصاعد وتيرة الأحداث في غزة اللي بيهتم بيها كل المراسلين والصحافة والإعلام الدولي. الانتخابات الرئاسية المصرية هي استقرار للدولة المصرية، احنا بنتكلم عن فترة صعبة أيضا غير على المستوى العسكري والسياسي الدولي، صعبة أيضا على المستوى الاقتصادي لأن كل هذه الحروب، الحرب الروسية الأوكرانية، فيروس كورونا، وأيضا أزمات اقتصادية دولية وهروب الدولار من دول الاقتصاد الناشئ ومنها مصر، الحياة كلها مشاكل تحتاج فترة أو قيادة حكيمة للفترة القادمة وأن تكون فترة هادئة. طبعا الإشراف القضائي هو نقطة مهمة جدا، لأول مرة يعني يتم يعني نقدر نقول غير الإشراف القضائي المراقبة الدولية والمتابعة سواء من مراقبين المحليين أو الدوليين. الملاحظة الثانية هي الهدوء، انتهت هذه الانتخابات الحمد لله بدون أي مشاكل أو عوائق سواء
يعني كان جهد مشكور من اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. الملمح الأخير هو يعني حالة من حالات نقدر نقول يعني هتؤدي هذه الانتخابات إلى حالة من حالات الاستقرار النسبي للدولة والكيان المصري والنظام المصري في الفترة المقبلة احنا في أشد الاحتياج إليه. نعم، في ملمحين في هذه الانتخابات أريد أن أسمع تعليقك عليهم. أولا، كنا نشتكي فيما سبق من عدم تنقية الكشوف الانتخابية من أسماء مواطنين متوفين أو تكرار بعض الأسماء أو ما شابه. هذا الملمح لم نره أو نرصده في هذه الانتخابات، كيف تراه؟ بشكرك على السؤال ده. هو طبعا كل انتخابات في العالم حتى شاهدناها في الولايات المتحدة في الانتخابات السابقة بين الرئيسين الأمريكيين ترامب وجو بايدن وما قبلها أيام جورج بوش، وفي كل دول العالم بتبقى في بعض المعوقات أو بعض المشاكل بالنسبة لتنقية الكشوف. احنا طبعا كلنا في انتظار البيان. البيان هيتكلم على نسبة المشاركة، هيتكلم عن الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، هيتكلم عن ترتيب، هيعلن الفائز طبعا بالمقام الأول، وهيعلن ترتيب المرشحين المتقدمين للانتخابات الرئاسية لهذا العام 2023. أيضا هيتم الكشف عن ما كان يواجه اللجنة من أو خلال كل عملية التصويت من أولها إلى آخرها. الحقيقة ده يعني إجابة هنسمعها أعتقد في البيان الذي سوف يصدر من اللجنة العليا للانتخابات. نعم، الملمح الثاني اللي أشرت إليه في هذا الإطار هو فكرة عدم التلويح في هذه الانتخابات بفكرة فرض العقوبة المادية أو الغرامة على عدم المشاركة. طبعا دي بشكرك على سؤالك أولا، لأنها كانت نقطة مهمة جدا. يمكن في أكثر من منصة إعلامية ومنها قناة النيل الأخبار طلعت في الاستوديو واتكلمت على المشاركة الإيجابية وأنها يجب أن تكون بدافع حر من المواطن نفسه. وزي ما قلت لحضرتك في أول حديث، هو فكرة غير النزاهة والحيادية، إن المواطن نفسه يعني عنده حس ووعي شديد وانتماء قوي أكتر حتى من بعض النخب اللي بتتحدث في الإعلام. هو فاهم كويس طبيعة المرحلة واحتياجاتها، واعتقد ان بيان اللجنه هياكد على هذا الكلام بنسب المشاركه، وايضا ان هو راح الانتخابات بدون غرامه او بدون نقدر نسميها ضغط عليه ان هو يروح، لا هو راح بحر ارادته. وايضا حتى نثبت للعالم كافه وللمنطقه اننا حصلنا على انتخابات رئاسيه صحيحه، وايضا على نسب تصويت هتكشف عنها بيانات اللجنه العليا. وبالاضافه الى ذلك هو حريه الناخب نفسه في التوجه الى صناديق الانتخاب بدون غرامه او عقوبه ماليه او قانونيه لعدم المشاركه. نعم، سؤالي الأخير أستاذ محمد هذه المرة حول فكرة تعددية هذه الانتخابات التي ربما لم تتحقق لفترة طويلة بوجود 4 مرشحين في هذه الانتخابات من مشارب واتجاهات سياسية مختلفة معبرة عن أحزاب أو تيار مستقل، لكنها جاءت متنوعة على اختلاف هؤلاء المرشحين، كيف ترى وترصد هذا التنوع؟ أنا شايف أن المرحلة اللي احنا فيها والانتخابات اللي احنا فيها هي تأسيسية، بمعنى أنها تؤسس لما بعدها. نرجو أن تكون الانتخابات القادمة الرئاسية القادمة أن يتم التمهيد لها من الآن، زي ما بنشوف في دول العالم كلها المختلفة، أن دي تبقى سنة أو قاعدة أو نظام متبع في مصر، أن يتعود المواطن المصري. وقد سبق لينا تجربة الحياة الديمقراطية قوية جدا من وقت مبكر في المنطقة كلها، انها تؤسس لما بعدها، بمعنى ان احنا تبقى عندنا الثقافة دي وعندنا الفكر ده وعندنا فكرة التنوع، وايضا ان كل المرشحين وكل الاحزاب السياسية ان تتفق على قاعدة واحدة ووحيدة، وهي الحفاظ على كيان الدولة المصرية. نعم. الحفاظ على الدولة المصرية هو يكون هدف كل المرشحين،
وأن يختلفوا جميعا في الأفكار والرؤى، ولكن أن كل هذه الأفكار لهؤلاء المرشحين وهذه الأحزاب أن تؤدي في النهاية إلى استقرار سياسي لكيان يسمى جمهورية مصر العربية، هو ده الهدف. وأن تأتي أحزاب من خارج هذا السياق مفاهيم الوطنية غايبة عنها، لأن الحقيقة الحرب الموجهة للإقليم كله وكلنا شايفين هو للدولة الوطنية، للهوية الوطنية، والتفريق باسم الأديان أو باسم المذاهب أو الخلافات الشخصية أو الأفكار الميليشياوية زي ما شفناها في دول مجاورة لينا كثيرة. الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة الباقية المستقرة التي لها حدود معترف بها، أقدم حدود لأقدم دولة في التاريخ، لشعب يستحق حياة أفضل كثيرا. بالتأكيد. المرشح الرئاسي القادم أن يكون الوضع الاقتصادي أفضل والوضع السياسي أفضل، وأن تتجه الدولة المصرية للأفضل دائما بإذن الله. هذا ما نتمناه جميعا. أستاذ أحمد خليفة، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشكرك على المداخلة وما أبديته من وجهة نظر في هذه التغطية. هذه المرة ينضم إلينا مشاهدينا الدكتور عبد الله زلطة، أستاذ الإعلام بجامعة بنها. أهلا بك دكتور عبد الله. أهلا وسهلا. دكتور عبد الله، هذه الانتخابات أكدت حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة من خلال حرية وقدرة الإعلام على تقديم صورة حقيقية لمجريات الأحداث ولتقديم المرشحين ببرامجهم الانتخابية على اختلافها وتنوعها وتعددها. كيف ترى ما حدث في المشهد الانتخابي من تغطية ومتابعة إعلامية في هذا الإطار؟ طبعا هناك ملاحظات عديدة على هذه الانتخابات. ملاحظة إيجابية طبعا، أولا المشاركة الضخمة من جانب فئات المجتمع المصري. يعني أنا كأستاذ جامعي شاهدت بعيني يعني تدفق او مشاركه سياسيه ضخمه جدا من جانب طلبه الجامعات الحكوميه والخاصه والاهليه. كل كليه النهارده كان كل الطلبه يعني بيتوجهوا الى صندوق الانتخابات بشكل ضخم جدا وشكل منظم، حتى اساتذه الجامعات ايضا مشاركه ضخمه جدا سواء كانت جامعات حكوميه او خاصه او اهليه. طبعا هذه الانتخابات يمكن تعد الاولى من نوعها في القرن ال 21 او في النصف الثاني من القرن ال 20، يعني تعد اول انتخابات من نوعها بعد ثورة يوليو 52 في أطراف متعددة. هناك مرشح مستقل هو السيد عبد الفتاح السيسي، هناك ثلاثة مرشحين يرأسوا أحزاب سياسية، هناك يعني منافسة شريفة بين المرشحين الأربعة. لم يحدث أن قام أو لجأ أحد المرشحين إلى تجريح المرشح الآخر، لكن النهاية الأمور كلها أمور إيجابية والملاحظات إيجابية على الانتخابات. طبعا الإعلام بكل انواع القومي والخاص غطى الانتخابات بشكل محايد، لم يحدث ان احنا شفنا ميل من جانب احدى وسائل الاعلام سواء راديو او تلفزيون او صحيفه الى مرشح دون اخر. هناك يعني تغطيه محايده للانتخابات بشكل لافت للنظر. المشاركه طبعا مشاركه زي ما قلنا مشاركه ضخمه جدا. النتائج طبعا متوقعه يا استاذ، يعني هم سيد عبد الفتاح السيسي بيعظى برصيد ضخم جدا من الانجازات. والنهارده المواطن المصري يرى ان هو يعني الدوله يعني متجهه او يعني على الحدود، هناك امن قومي مصري وما تتعرض له الدوله المصريه من احداث غزه. فالمواطن بيرى من هو الاقدر لقياده السفينه او من هو ربان السفينه في المرحله القادمه. احنا نامل الخير للجميع وللوطن ولكل المرشحين، ونبارك للمرشح الفائز. طبعا ما نقدرش نقول قبل اعلان اللجنه الهيئه الوطنيه للانتخابات ما دول القرار، ما يقدرش نتكلم على مين هيفوز او حاجه زي كده، لكن هو الامور واضحه، يعني الامور واضحه جدا. والتدفق الناخبين بشكل بالملايين على صندوق الانتخابات في الظاهره يعني قد يعني اراها كاستاذ جامعي انها بتحدث لاول مره يعني بشكل ضخم جدا، يعني مشاركه كبيره جدا من جانب الشباب بالذات، شباب الجامعات وكل والمرأة بصفة خاصة أيضا كان لها دور كبير جدا في المشاركة في هذه الانتخابات. دكتور عبد الله، يعني في تنامي حصل لمنظمات المجتمع المدني في السنوات القليلة الماضية بدور للدولة، وأيضا منظمات المجتمع المدني والمجتمع المدني كان لهم دور في المشاركة والمتابعة للعملية الانتخابية. ما الذي يقدمه هذا المشهد بالنسبة لهذا النمو في المجتمع المدني في مصر؟ هو طبعا منظمات المجتمع المدني ليست من نوع واحد، هي متعدده الانواع. هناك منظمات حقوق الانسان، هناك مؤسسات خيريه، بلا شك ان هي قامت بدور كبير جدا
وانا يعني لي علاقه ب باكثر من منظمه من هذه المنظمات. يعني عضو في احدى منظمات حقوق الانسان، وايضا عضو في مؤسسه منظمه خيريه لتكون بجهد كبير جدا في هذا المجال. فاحنا لاحظنا ان فعلا منظمات المجتمع المدني في هذه الانتخابات كان لها دور فعال، سواء في حشد المواطنين، سواء في الدعايه الانتخابيه للمرشحين، الحياد بين المرشحين بصفه عامه. يعني دائما نجد منظمات المجتمع المدني لا تميل الى مرشح دون اخر، هي تقف على الحياد بين المرشحين. فاحنا طبعا نامل ان هي هذه المنظمات في المستقبل يكون لها دور كبير جدا، لان احنا الدوله المصريه مقبله على مرحله مهمه جدا من اهم المراحل اللي بتمر بها الدوله المصريه في الفتره القادمه، حيث هو تهديد الامن القومي على الحدود مع غزه، حيث الازمات التي تواجهها الدوله سواء في الداخل او في الخارج. واحنا طبعا نامل باذن الله تعالى ونحن على ثقه ان الفائز في هذه الانتخابات والمرشح الفائز سيكون السفينه الى بر الامان، وستشهد مصر باذن الله طفره اقتصاديه واستقرار سياسي، وان شاء الله تعالى المواطن يحس بيه الرخاء في الفتره القادمه. ده اللي بنتمناه جميعا. ازاي ممكن تنميه دور كل من المجتمع المدني والاحزاب في الفتره القادمه بشكل اكبر من وجهه نظرك يفيد الحياه السياسيه في مصر؟ وطبعا شكل الاحزاب محتاجه يعني يكون دورها فعال اكثر من ذلك. يعني دور الاحزاب في الساحه السياسيه للاسف الشديد في اغلبها عندنا عدد ضخم كبير من الاحزاب، يمكن ما حدش يقرب منها الا يمكن حزبين مثلا او ثلاثه. لكن يعني احنا نامل ان الاحزاب يكون لها دور ان تنزل للشباب، تستقطب الشباب، يكون في حزب في عدد، كل حزب في عدد ضخم من الشباب، لان الشباب هم امل المستقبل. احنا كبار السن خلاص يعني ما دورنا يعني دور ضعيف او دور هامشي بالنسبه للشباب. فاحنا الاحزاب حتى الان اداها غير فعال، اداها غير يعني لا يرضى عنه المواطن. يعني عندنا نعمل ان الاحزاب تكون لها دور فعال في الفتره القادمه، تنزل الى الشارع، تعرض برامجها، يعني تضم لها عدد كبير من الشباب والمراه، يكون لها دور فعال في هذه الاحزاب، ان يكون برامجها معلنه للناس، الناس تعرف الحزب ده بيختلف عن الحزب الاخر في ايه، لازم يكون حزب الوفد عن حزب كذا عن كذا، بكل برامج الاحزاب معروفه للناس، ويكون لها دور في المجتمع. يعني الاحزاب برضه بدورها ما كنا قبل سنه 52 كان الاحزاب ايام الملكيه كان لها دور كبير جدا، وكان لها يعني تنزل الانتخابات يبقى الناس دايما متحيزه للحزب، زي كده الانديه الكوره تلاقي الناس متعصبه. احنا عايزين برضه عايزين ان الناس تنضم للاحزاب وتستخدم برامجها، ولان ان حزب كذا في مثلا كذا مليون مواطن اعضاء في الاحزاب، لكن هي حتى الان للاسف الشديد محتاجه الى يعني دفعه قويه، ومحتاجه الى اعاده ترتيب البيت الحزبي في الداخل لكل حزب من هذه الاحزاب. نعم، انا اشكرك دكتور عبد الله زلطه استاذ الاعلام بجامعه بنها على هذه المداخله وما ابديته معنا من وجهه نظر. مشاهدينا، هذه التغطية التي تخص نتائج الانتخابات الرئاسية التي تعلن بعد قليل انتهت، لكن شاشة نيل الأخبار مستمرة معكم في التغطية. انتظرونا بعد قليل نبدأ معكم المؤتمر الخاص بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024. شكرا لكم.